انا اول مباراه على فكره احضرها ان شاء الله هذه، وان شاء الله هي مباراه الصعود باذن الله. مباراه صعبه بصراحه، ايران في حياتك ما فزت عليه في اسيا وضغوطات اليوم، ان شاء الله نخلصها. ما نبغى نفس المباراه طافت نتكل على التعادل وصفر صفر عشان تلعب ايران، ان شاء الله نخلصها. والله هاي كوره يا ولدي، حسب اللعب، اللعبه زين ان شاء الله فايزي، والما لعبه زين بعد على الله. خلاص الوداع. الله كريم جزاء، الله كريم جزاء. كل اللي كان يشوف منتخب الإمارات قال الفريق أداء كويس وهذا، لكن بينت المبارتين إنه ما في أداء. خش السبب هذا فريقنا بعد، لازم ترضى بفوز الخسارة، شو تسوي يعني تتزعل فريقك شو تسوي؟ المباراة ضاعت أصلا، مباراة العراق يعني المباراة مش ضايعة من اليوم يعني، المباراة حتى لو لاحظت أنت حتى الجمهور الإمارات اللي حضر مباراة العراق مش مثل الجمهور اللي حضر اليوم، يعني خلاص ان مثل ما تقول فاقدين الامل. شو نسوي؟ والله مش طبيعيه، يوم لعبنا ما فزنا، الحين ما لعبنا كيف نفوز؟ دام يوم نلعب ما نفوز، ما فزت لك اليوم ما لعبنا كيف نفوز؟ دام يوم لعبنا، لعبنا اول مبارتين لعبوا صح، ما شباب لعبوا بس ما فزنا، اليوم ما لعبوا ما لا اداء ولا شيء، داشين الملعب بس شيء. احنا ياسين نسجل على اعمارنا، اللاعب هو نفسه سجل المباراه الطافت والمباراه هذه. ياسين يتكلمون عن الفريق، الفريق يقولوا أدى وأدى والفريق يلعب بشكل جيد، لكن وين اللي خلص الكرة في الجول؟ الهند جاب الثلاثة جوال، الإمارات ولا هدف في البطولة، يعني معقولة؟ معقولة لاعب واحد ما في يسجل؟ احنا نسجل على عمارة؟ والله حرام صراحة. مش راضين عن النتيجة طبعا. أبدا والله أبدا. يوسف جابر يعني مع احترامي ليوسف جابر المدرب، يعني كل مباراة أخطاء من نفس الاتجاه، وثاني شوط الكابتن إيران شاف اللعب وشاف الاتجاهات، كل الهجمات من عند يوسف جابر. كتب علينا نقول هارد لك وما ينسى اهداف، ما رمنا نسجل ولا جول، بس احنا جينا صراحه نشجع، قلنا يمكن نفوز فوز تاريخي لان كانت المسائل مش بيدنا، بيد غيرنا، يعني لازم كوريا تفوز، لازم احنا نفوز، يعني حسبه معقده، بس احنا قلنا اول لازم نوقف ورا منتخبنا، يمكن احنا نعتبرها تحصيل حاصل، لكن قلنا يمكن نفوز فوز تاريخي. في اخطاء كثيره صارت، اخطاء كثيره، لكن في تعديل اكثر، يعني صح احنا قمنا بس ما رمنا نسجل، لكن التصحيح اذا انت بتشوف السنه اللي فايده، الفايده اذا هالتصحيح صار، والله شو اقول لك احنا متعودين. اعتقد ان اليوم المدرب ما قرا المباراه بشكل صحيح، المدرب الايراني تفوق على مدربنا اليوم خلال الجبهه اليسرى اللي كان فيها يوسف جابر، هذا سبب خسارتنا اليوم صراحه.